السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة استشارتك مع دكتور لطفي. متعودين ان احنا في كل سنة لازم نتكلم عن موضوع منتشر، هنتكلم السنة دي او في الفترة دي عن الاسهال. هقول لكم احسن ادوية للاسهال ممكن تستخدموها سواء كان جوه مصر او كان بره مصر، ومعانا النهاردة امثلة على ارض الواقع. نركز يا جماعة، قبل ما تعالج الإسهال لازم الأول تشوف إيه هو سبب الإسهال علشان تبقى مدرك وعارف إن العلاج بتاعك هيجيب نتيجة ولا لأ. زي ما أنتم متعودين مني على طول بقول لكم في الموضوع اللي احنا نتكلم فيه الأسباب بتاعته، الأعراض اللي أنت تقدر تشوفها وتحكم منها القط بتاعك عنده إسهال ولا لأ، وبعد كده خالص العلاج والوقاية. الدواء اللي معانا النهاردة يعتبر من أشهر الأدوية اللي ممكن حضراتكم تشوفوها علشان تعالجوا الإسهال، هو فلاجيل شراب. فلاجيل شراب، ممكن يكون الاسم معكوس عند حضرتك لاني بصور من الكاميرا الاماميه. الماده الفعاله مترونيدازول، علشان الاشخاص اللي مش من مصر بيكون في اختلاف في الاسم التجاري، اسمه فلاجيل شراب، الماده الفعاله مترونيدازول. من احسن الادويه اللي ممكن حضراتكم تستعملوها علشان حالات الاسهال. هل ده بس؟ لا، مش هنقول الوقت النقطه دي الا في فقره العلاج. اول حاجه ايه الاسباب؟ ايه يا دكتور هي اسباب حدوث الاسهال؟ هقول لك والله بكل بساطه اسباب كتيره جدا. رقم واحد، ممكن يكون نتيجه دواء معين القط او الكلب اخده، لان بعض الفيتامينات او بعض المضادات الحيويه عند بعض القطط وليس الكل، يعني دي مش قاعده ثابته، دي الاستثناءات، بتلاقي ان القط ده حصل له اسهال نتيجه لحساسيه المعده نتيجه اخذ الدواء ده، وخاصه لو كان فيتامينات. ده رقم واحد. رقم اتنين، اذا كان القط اكل اكل مش متعود عليه او جديد عليه او اكل غير مسموح ليه، برضه هيحصل له اسهال، وكمان ممكن يحصل له ترجيع. فناخد بالنا ان النقطتين دول مهمين جدا. مع زوال السبب هتلاقي على طول ان الاسهال اتحسن، لان الاسهال جاي نتيجه بفعل فاعل. اتنين. تلاتة، وجود الديدان. الديدان من اكتر الحاجات اللي بتعمل اسهال، ومش بس اسهال، وده قلت في فيديوهات تانية كتير ان الديدان ليها اعراض كتير جدا ممكن تشوفها، ويكفي ظهور عرض واحد بس عشان تقدر تحكم ان القط بتاعك عنده ديدان ولا لا، ومش شرط ان احنا نشوف الديدان في الترجيع او في البراز. الاسهال احد اعراض وجود الديدان. السبب الرابع والجديد بقى اللي ممكن يكون حضراتكم مش عارفينه، اذا كانت القطة بتاعتك كبيرة مثلا في السن سنة او سنتين، وكانت بتمر بتاريخ مرض طويل شوية، يعني عانت من صغرها نتيجة مثلا ان هي ما كملتش الرضاعة الكاملة بتاعتها من الام، عانت من صغرها ان هي ما خدتش الرضاعة الكاملة، فحصل نقص المناعة وبدأت ان هي تتعب كل فترة والتانية، بيحصل حاجة اسمها انخفاض في عدد او في مستوى البكتيريا النافعة اللي موجودة في الامعاء والمعدة، ودي في حد ذاتها بتقلل الامتصاص، فتلاقي ان القطة بتاعتك بتسهل او الاكل اللي بيوصل لها مش بتمتص منه كمية لازمة عشان تفيدها، فتلاقي ان القطة بتاعتك بتسهل وممكن تلاقي نقطة دم. دي النقطة الجديدة اللي اول مرة ممكن حضراتكم تسمعوا اللي هي بتاعة البكتيريا النافعة. طيب علشان تعرف العلاج بالتفصيل، ده كده فقرة الاسباب، عشان تعرف العلاج بالتفصيل لازم الاول تحدد السبب هو ايه، وبعد كده تبدا تعالج. الاعراض، هتقول لي يا دكتور الاعراض سهله، القط بتاعي عنده اسهال يعني هلاقي ان البروز بتاعه اسهال؟ هقول لك لا، هقول لك ان مش من اول مره القط بتاعك يعمل اسهال تحكم ان هو عنده اسهال، لان ممكن يكون حاجه عرضيه نتيجه الاكل والشرب زي ما قلت لحضرتك. تحكم مع عدد تكرار مرات الاسهال كتير والقوام لين اكتر، بمعنى القط بتاعي متعود ان هو يعمل حمام يا دكتور استول في اليوم مرتين، لا ده عمل لي اربع مرات اسهال، اعرف على طول ان ده اسهال لان عدد المرات زاد. دكتور القط بتاعي القوام بتاع القط بتاعي البراز طبيعي بيبقى اسطواني وشكله متماسك، لا ده عمله ووتري يعني عمله مائي او عمله لين زياده عن اللزوم لدرجه ان احنا مش قادرين نمسكه اصلا من الرمل. دي كلها علامات تدل ان هو اسهال، مش من اول مره نقول اسهال، لكن بالتكرار عدد المرات طبعا هنقول اسهال. ده كده فقره الاعراض خلصت، نخش بقى على العلاج. اكتر علاج بنصح بيه هو ده، فلاجيل شراب بشري مش بيطري. فلاجيل شراب بشري مش بيطري، الجرعه بتبقى بناء على السن والوزن، ده هيعالج الاسهال بشكل كويس جدا وبشكل كبير جدا.
فلاجيل ده. طيب لو كان ديدان هتعطي جرعه ديدان. طيب علشان انا يا دكتور دلوقتي مش متاح ان انا اعطي جرعه ديدان، فممكن اعطي حاجه مؤقته. ممكن تعطي برضو فلاجيل حاجه مؤقته لحد ما تعطي جرعه ديدان، لكن ما تعطيش فلاجيل مع جرعه ديدان في نفس اليوم. يعني تعطي فلاجيل النهارده وبكره وبعده مثلا، وبعد 3 ايام تقوم راح حاطي جرعه ديدان. انما ما ينفعش ان احنا نعمل اتحاد ما بين فلاجيل وما بين جرعه ديدان. ده كويس جدا، ده يعني حاجه مؤقته كده لحد ما نجيب جرعه ديدان. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو كان مشكله عرضيه مثلا اسهال زي ما بيجي كل فتره كده القطه بتاعتنا، هيخف بالفلاجيل. طب في قطط يا دكتور بنات تلاقي فلاجيل بتتفتف، طبيعي جدا، لان فلاجيل حضرتك لو دقت طعمه هتلاقيه مر درجه صعبه قوي قوي قوي، فبيبقى عندهم تفتفه نتيجه المراره اللي هم حاسين بيها. لكن مش غلط ابدا ان حضرتك تعطيه، المهم ان حضرتك تظبط الجرعه بناء على السن والوزن عشان ما تزيدش لا قدر الله تدع وما تقلش ما تفتش. دي نقطة كنت حابب اتكلم فيها. طب دكتور انا عطيت القط بتاعي فلاجيل ولسه ما تحسنش بالشكل اللي انا عايزاه، يعني اتحسن شوية صغيرين، ممكن اضيف كمان حاجة مع فلاجيل اسمها كابكت شراب. كابكت شراب هو حاليا مش معانا، بس هجيبه ان شاء الله في فيديو تاني وابدأ اصوره له. كابكت شراب، كابكت شراب من احسن برضو الادوية اللي ممكن حضراتكم تستعملها للاسهال، سواء ده او ده. استعملت ده ولقيت ان النتيجة ضعيفة، تدي ده مع كبكت شراب. لقيت ان ده خلاص الحمد لله وفى بالغرض والاسهال راح، خلاص 5 ايام واقوم راح موقفه وما تضيفش اي حاجة، لان اوريدي خلاص فلاجيل اتغلب عن الموضوع. الديدان من الحاجات اللي لازم تاخدوا بالكم كويس منها قوي قوي قوي، لان اعراضها كتيره مش بس اسهال، فلازم انكم بصفه دوريه تعطوا جرعه الديدان. طيب كده اتكلمنا عن اول 3 اسباب. السبب الرابع المهم بقى، السبب الرابع اللي هو انخفاض مستوى البكتيريا او عدد البكتيريا النافعه اللي موجوده عندنا في الامعاء او في المعده. طبيعي جسمنا فيه بكتيريا، البكتيريا دي بتكون نافعه، مش كل البكتيريا ضاره زي ما حضراتكم عارفين. البكتيريا النافعه دي مسؤوله عن زياده الامتصاص، فهي اللي بتدي امتصاص كويس جدا للاطعمه اللي داخله جسمنا، وبتخلينا كمان نستفاد منها. علشان تزودها في دواء اسمه لاكتيول فورت، لاكتيول فورت، لاكتيول فورت، لاكتيول فورت. دي عباره عن شيتات، الشيتات زي باكل فوار كده والله. بتاخد شيت في القط بتاعك، بتاخد شيت وتعطيه للقط بتاعك في اليوم ده، لو فعلا السبب طلع سوء امتصاص. سوء الامتصاص بيبان على انه اسهال مش بيتعالج بالادويه طبعا المتعارف عليها، بيبان في نقطه الدم والبراز لين، وبرده مش بيتعالج مع الادويه اللي احنا قلناها الوقت. يعني بيبقى الاختيار الاخير ليك هو البكتيريا النافعه دي، ونتائجه رهيبه جدا ومش بيضر. بس في تنويه ان لما حضرتك تعطي بكتيريا نافعة لازم ما يعطاش معاها اي ادوية، وخاصة المضادات الحيوية قبل 2-3 ساعات فاصل. ليه بقى؟ لان البكتيريا النافعة ممكن تموت نتيجة المضادات الحيوية لو اتاخدوا مع بعض. فانت لو بتعطي القطة بتاعتك بكتيريا نافعة ما تعطيش معاها اي ادوية قبل 2-3 ساعات من الاعطاء، يعني تعطي مثلا البكتيريا النافعة وتقعد 2-3 ساعات ما تحطش اي حاجة تانية، وبعدين لو حابب تعطي تعطي. البكتيريا النافعه زي ما قلت لكم اسمها لاكتيول فورت، بتاخد شيت واحد او باكت واحد تحطه على الاكل بتاع القطه، او تحطه في الميه بتاعه القطه وتشرب منها القطه عادي جدا. المهم ان الشيت يخلص في اليوم، ما نزودش عن شيت وما نقللش عن شيت. ما ينفعش ان حضرتك تفتح الشيت وتمشي بيه مدار اليوم، لا، اتفتح يبقى لازم على طول في وقتها يتاكل. هو ملوش طعم وملوش ريحه، وبالتالي لو اتحط على الاكل القطط مش هتميز. فاحنا بنحطه على وجبه الغداء عشان يتاكل مره واحده وما يباتش، لان البكتيريا النافعه ما ينفعش برضه ان هي تبات. كده اتكلمت بالتفصيل عن الاسباب، الاعراض والعلاج. لو وصلت لحد هنا ما تبخلش عليا باللايك تحت، مش هاخد من وقت حضرتك ثانيتين، بس ده فعلا بيفيدني جدا وبيرعب القناه. نخش على اخر جزئيه من الفيديو بتاع النهارده، وهو الوقايه. ازاي يا دكتور نحمي القط بتاعنا من ان يجيله اسهال اصلا؟ هقول لك والله بكل بساطه. رقم واحد، تحافظ على جرعات ديدان. رقم 3، ان حضرتك ما تلعبش في الاكل بتاع القط كتير. رقم 4، ما تزودش اكل جديد على القطط. رقم 5، نحاول بقدر الامكان ان الامراض اللي بتيجي للقطط وقبل ان هي تتعالج من غير ادويه ما نكترش الادويه على القطط، بجانب ان احنا نحافظ ونلتزم بالجرعات الموصي بها من قبل الدكتور المعالج، علشان الجرعات الزياده بتموت
تموت البكتيريا النافعة، وخاصة لو كانت المضادات الحيوية، لأن مع قلة البكتيريا النافعة هتلاقي إسهال ودم نازل في البراز، ودي مشكلة كبيرة جدا ممكن حضرتك تقلق منها لما تشوف الدم نازل في البراز. لكن هي بتبقى مش مشكلة خطيرة اللي تقلق، لكن المربي مش بيبقى فاهم النقطة دي. وبكده يكون الفيديو النهارده خلص، يا ريت تكونوا استفدتم ولو معلومه واحده، ويا ريت يا جماعه لسه ما حطيتش لايك للفيديو ينزل دلوقتي حط لايك، واللي لسه ما شيرش الفيديو رجائي من حضراتكم تشيروه عشان الاستفاده تعم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كنت معكم انا دكتور لطفي.